فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمورهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم على المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة. نعم، وهذه مسألة استطراد لما سبق أنه في حالة ضعف المسلمين قد لا يخالفون أهل الكتاب، لا يخالفون أهل الكتاب فيما ليس هو من شركهم ومحدثاتهم وبدعهم، وإنما هو من أصل دينهم تألفا لهم من ناحية، ولأجل أن يسلم من شرهم من ناحية أخرى. ومن الوجه الثاني لو كان المسلم بدار الكفار حربا أو غير حرب، وكان إذا خالفهم تبين أنه مسلم فيلحق به أذى ويلحق به ضرر أو خطر، فحينئذ يباح له أن يتظاهر بشيء من عاداتهم وتقاليدهم لأجل أن يسلم من شرهم، ويكون هذا على القاعدة من باب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، أو كان يتحقق بذلك مصلحة في أنه يأتينا بأخبارهم وأسرارهم وما يبيتونه لنا، فإنه لو ظهر مفارقا لهم في بلدهم حذروا منه، فهو قد يتزيى ببعض زيهم أو يظهر ببعض مظاهرهم من أجل أن يأمنوه حتى يطلع على أسرارهم التي يكيدون بها للمسلمين. نعم، رحم الله ابن تيمية. هذه الشيخ مسألة في غاية الدقة. نعم، إذن المسلمون المقيمون الآن في بلاد الكفر في الغرب والشرق لهم أن يترخصوا في بعض ذلك وقد يلحقهم أذى في الحجاب؟ إذا كان المسلمون كثير عددهم ولهم كيان يختلف هذا عن الفرد. المسلمون الآن ولله الحمد في البلاد الأخرى جاليات كبيرة. نعم، ولها مراكز. نعم، ولها اعتبار. فهي تختلف عن الفرد.